واحد من افضل حسابات الشباب في مصر واللي تفاصيله بسيطه جدا ومش هيكلفك اي رسوم. يلا بينا نعرف كل مميزات وعيوب حساب الشباب من بنك فيصل سلامي، لكن بعد الانترو. مبدئيا كده خلينا نعرف الاول ايه بنك فيصل. هو بنك فيصل ده اتأسس سنة 79 ويعتبر بنك اسلامي مصري بيقدم حسابات كتير، من الحسابات الجارية وحسابات باب رزق للافراد وحساب الشباب وحسابات الاستثمار وحساب الاستثمار باليورو والحسابات المشتركة وحساب باب رزق للشركات وحساب استثماري باسم القصر. انا بقى في الفيديو ده هكلمك على حساب الشباب، يعني بخطبك انت لو عمرك من 16 ل 21 سنة هتقدر تفتح الحساب ده. يكفي ان انت يكون معاك بطاقة رقم قومي ما يكونش فيها ولا خدش ولا كسر حسب تعليمات البنك المركزي. مش مطلوب طبعا منك اثبات دخل، انت طبيعي شاب في السن ده اكيد ما بتشتغلش او كارنيه جامعة، انت بس يكفي ان انت يكون معاك بطاقة يكون مكتوب فيها طالب مكتوب فيها اي حاجة هيفتح معاك الحساب. الحساب ده بعملة الجنيه بس، مش هتقدر تفتحه باي عملة اخرى، يعني لو عايز تفتح حساب بالدولار او باليورو مش هينفع. لو جات لك حوالة من مثلا اي موقع اجنبي او من بايونير او من وايز او حتى من جوجل ادسنس هتوصل بالجنيه المصري وهتتحول بسعر الصرف حالي في حسابك البنكي. طبعا الحساب ده ملوش اي مصاريف فتح الحساب وبدون حد ادنى، يعني لو معاك جنيه واحد هتقدر تفتح الحساب. وبداية بقى احتساب العائد من اول 1000 جنيه. خلي بالك وركز معايا، مفيش رسوم ولا حد ادنى لفتح الحساب، لكن بداية احتساب العائد يعني البنك هيبتدي ينزل لك فوايد على حسابك اول ما تعدي ال 1000 جنيه في رصيدك. والبنك كمان بيديك بطاقة خصم مباشر من نوع فيزا واسمها فيزا جولد بدون مصاريف للعام الاول، كمان بيشترك لك في المحفظة الالكترونية طبعا لو معلكش محفظة تانية في نفس رقم التليفون اللي انت ربطه بحسابك البنكي، وبيديك برضو خدمة الانترنت البنكي وخدمة الرسائل النصية مجانا لاول سنة بس. خد بالك ده معناه ان مفيش اي رسوم ادارية اول سنة. طب ايه بقى الفيزا جولد اللي بيقدمها البنك فيصل الاسلامي؟ هي بطاقة من نوع فيزا خصم مباشر. يعني ايه؟ يعني بتخصم مباشرة من رصيد حسابك اللي في البنك. مصاريف اصدار الفيزا دي عموما، يعني هو الحساب ده بيديها لك مجانا، لكن عموما اصدارها ب 50 جنيه، ومصاريف التجديد اللي بتطبق عليك بقى بعد اول سنة هي 50 جنيه سنويا، يعني مبلغ بسيط جدا، وصلاحيتها هي 5 سنين وبتتجدد تلقائيا كل 5 سنين، وساعتها بقى بتروح الفرع قبل ميعاد تجديدها. المفروض البنك بيكلمك بتروح الفرع قبل ميعاد تجديدها بحوالي اسبوعين، وعموله السحب من اي ماكينه تبع بنك فيصل هي مجانيه، لكن لو هتسحب من اي ماكينه ثانيه غير بنك فيصل على السحبه الواحده هتخصم 5 جنيه، وعلى الاستعلام الواحد هيخصم 3 جنيه. عموله التعامل الدولي على حسب البنك هي 6%، وده الكلام الرسمي اللي على الموقع. هسيب لكم رابط المقالة بقى هتلاقوا فيها كل التفاصيل، وهتلاقوني سايب لكم اللينك الموقع الرسمي اللي تابع بنك فيصل اللي تقدر تتأكد فيه من كل المعلومات اللي انا هقولها لك. بالنسبة بقى لحدود المعاملات عموما في حساب الشباب بتاع بنك فيصل، حدود المعاملات اليومية هي 30,000 جنيه، حدود المعاملات الشهرية هي 100,000 جنيه، الحد الاقصى للرصيد في حسابك هو 1,000,000 جنيه. طب ايه بقى مميزات حساب الشباب عموما؟ طبعا انت بتفتح الحساب بدون اي مصاريف او حد ادنى، مش محتاج واصي او ايرادات دخل او مفردات مرتب. حد الادنى لاحتساب العائد هو 1,000 جنيه، وده مبلغ بسيط جدا، وبيديك زي ما قلت لك فيزا جولد مجانيه لاول سنه. بيديك ايبان، الايبان ده بيبقى رقم مكون من 29 رقم تقدر تستلم عليه اي حواله من بره مصر، والفرع بتاعك ليه سويفت كود، يعني هتقدر تربطه بجوجل ادسنس، هتقدر تربطه بوايز، هتقدر تربطه ببايونير. العيوب بقى بتاعت الحساب ده ان طبعا فروع بنك فيصل بسيطه جدا، وان انت مش هتقدر تفتح اي حساب بعمله اجنبيه. بالنسبه بقى البطاقه دي هتقدر تربطها ببيبال، بطاقات بنك فيصل بنسبه 90% مش بتتربط بالبيبال عشان نبقى واضحين. لو سالتني عن رايي الشخصي افتح الحساب ده، انت مش هتخسر اي حاجه مجانا في كل شيء، ويعتبر حساب كويس جدا بالذات بقى لو جنبك فرع من بنك فيصل مش هتخسر اي حاجه. في اي حد عنده اي سؤال يتفضل اكتبه في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.